مشاهد لا نراها إلا في الأفلام الهوليوودية. الجرانديوز موتورز أو عرض الدراجات النارية من البليدة إلى أعالي الشريعة بمشاركة أكثر من 100 دراج، تابعونا في هذا الريبورتاج. رحلة الجرانديوز موتورز بمشاركة 100 دراج من مختلف أنحاء ربوع الوطن في تجمع فريد من نوعه انطلاقا من مدينة البليدة نحو أعالي الشريعة. الرحلة ضمت العديد من الاستعراضات والكثير من السسبنس، فالطريق إلى أعالي الشريعة شبيه إلى حد كبير بمضمار السباق، فالمنعرجات الحادة والطريق الخالية من الحركة زادت العرض احترافية. بون صافي بليزير كي شفت هذه التظاهره هنا في البليده. بون داروها لا فوا باسي في الصحراء جوكر واكاك، وبعيد علينا الحال. وكي شفتها هنايا ما نكذبش عليك، لقبيه الحال بيان تري تري بيان. والتظاهره هذه صافي بليزير كي داروها هنا في البليده. كي درنا هذه المبادره هذه جوله الى الناحيه الجبليه تاع الشريعه. هذه المبادره جات من فكره على فكره تاع مديريه تاع الشبيبه والرياضه، وبمساهمه جمعيه ارناب لنادي دراجاتنا تاع البوليده نظم هذا الاكسبيديسيون التظاهره هذه. من جونا حوالي البارح واليوم حوالي 200 دراج سائق دراج النايري. واليوم درنا عمليه ترويجيه للسياحه الداخليه. الكثير منا يعتبر ركوب الدراجات النارية تهور وميول مبالغ فيه، ولكن الواقع عكس ذلك، فهذا النوع من الرياضة هو فن عالمي وهواية بالنسبة للعديد من الدراجين، فلكل دراج حكاية مع دراجته النارية. رانا هنا باش نشاركوا في هذه المسمى اللي راهو عرضنا فيها طهر شاشو. جينا لهنا باش من البلاد باش نعرفوا الناس كيما خوتي لهنا اللي راهم من كل بلاد، جاوا من قسنطينة من عنابة من كل جواهر الجيري كوم كوا. يعني الحمد لله راهو الجروب تاعنا راهو لهنا وكل مصطيف، وجينا في 25 مطار والدراجات النارية اللي راه معنا لهنا. عندنا لي جولدوينغ لي 1800، عندنا لي جي اس، عندنا لي جي اس اكس ار، لي اف جي ار 1300، يا دوتر موتو، يا في ان كاوازاكي. جيت نشارك في التظاهرة هذه في بليدة، يعني ما شاء الله استقبلونا استقبال حار يعني، وهنا في اسمها هذه في الشريعة، يعني بلادنا راهي ورده. انا جيت بالحاجه بيام، هذه يقولوا لها الحاجه مسميها الحاجه بيام دبل في ار 4. انا عندي درك واحد 35 سنه وانا في الدراجه، مش هذه هي الاولى يعني على كل حال بدلت. شابه بزاف وعجبتني، جينا من جبال شريعه جيت في الموطو. شابه بزاف في نادي موطو كلوب ليدا. نحب بزاف الموطوات وخاصة البيام ياماها، ونحب سيزوكي، نحب كيما كروس، نحبهم كاع. الميساج كي اون فودري باسي سي بوكو بلوس سي بوكو على لادريس دي زادوليسون كي ني بورت جامي لو كاسك. Et qu'il sache que le casque, sa chute est mortelle, ça pourrait être fatal. Et puis, il y a une chose autre, les gens qui pensent les motards tous des voyous. Là, ça prouve qu'on n'est pas des voyous, on est organisé, organisateur à la fois. J'espère que, Inch'Allah, on est Kabyle, Chaouir, Targhir, on est tous là. Donc, Inch'Allah, on t'emmène au Mounasabat, on t'emmène à rien à clair. Surtout dans les mêmes objectifs, s'agissant de la sécurité routière. قد يختلط على الكثير منا أنواع الدراجات النارية، حيث أننا لا نميزها كثيرا ولا نعرف ما هي أنواعها، وكل ما ندركه أنها تسير على عجلتين، ولكن هي تختلف من نوع إلى آخر حسب وظيفتها وماركتها. فهناك
دبابات الكروزر والتي تتميز بجلستها المعتدلة وهي مصممة للقيادة المعتدلة والمريحة، أما دبابات سبورت فهي مصممة للسرعة، والرحال مصممة خصيصا للرحلات الطويلة على الطرق السريعة، بينما دبابات شوبر في الأساس هي دبابات الهارلي المعدلة. الدراجة النارية 1200 جي اس ادفونتور، هذه اونديرو، هذه للطريق الكودرو للبيست للجبل للحجر، تنتمي كل شتو تيران، عيطوا لها تراي، فيها الاكونومي تاع ليسونس 30 لتر، الماشينه 650 كيلو كيلومتر، وش نقول لك فانك فيها قاع الصلاحيات، فيها الجي بي اس، فيها قاع الامكانيات تاع العروض. احنا ماذا بينا في هذه المبادره نعاودوا نحييو ولايه عبليده خاطش ماتت قاع، كنا نديروا لي كورس بكري بصح دوكا راهي ميته، احنا ماذا بينا نعاودوا نحيوها ان شاء الله. وعندنا سائقين بزاف مساكن راهم مخبيين مطوات مدارينهم في الدار، يخرجوا غير بالجمعه ماهمش يديروا لنا لي كورس، ماذا بينا هذه خطره ان شاء الله بهذه المبادره نعاودوا نحيوها ان شاء الله. العمليه هذه تدخل في اطار يعني برنامج مسطر من طرف المديريه لخدمه الشباب ولخدمه الرياضه، جاءت بالتنسيق مع الموتو كلوب دي بليده، تهدف الى عده اهداف، منها الحاجه الاولى هي ترقيه السياحه الشبانيه وخاصه في اتجاه الجزائر، يعني الحمد لله عده ولايات شاركونا في هذا الامر ورغم جبنا 18 ولايه لحد الان، تدخل كذلك في اطار اعطاء الصوره الجميله للرياضه هذه، لاخاطش في واش راهو يصرى الناس خذات ابيرسو يعني شويه ماشي مليح على على الرياضه هذه ولكن الحمد لله راكم شفتوهم الناس كامل يعني في قمه الاخلاق، الناس كامل الله يبارك عطاو صوره جميله لا سيتويانتي للمواطنه، الناس شاركتنا في عده اعمال. شركة مع نادي دراجات نارية، ماذا بينا نديرو عملية تحسيسية وتوعية مع نشاركوا معنا كامل النساء ورجال باش يجوا في هذه العمليات، ونديرو حملة تنظيف ثاني، وماذا بينا كامل يكونوا سبيسيالمون دراجين يشاركوا معنا ويحترموا الطبيعة ونشجعوا السياحة الجبلية. On est venu pour donner plus de, d'importance à l'événement. Alhamdoulilah, et c'est une première à Blida, à Sharia, le grand regroupement les Raoussarahnata, les motards, par l'association club motocycliste à M. Chachoullah Ibarak. Et on est venu pour leur donner plus de l'exploit, Inch'Allah. النادي هذايا تاع الناس هوات يحبوا لا موطو يحبوا الطفاي، ناس كبار فيها اطباء فيها ديزانجينيور فيها ديزانجينيور سوبيريور، وهواتهم يحبوا الدراجه الناريه يحبوها باش يديروا بها السياحه، يحبوها باش يتنقلوا بها، كانوا هكذاك اصدقاء عايشين وبعد قرروا باش يديروا جمعيه، داروا جمعيه هذه لو سي ان بي لو كلوب موتوسيكليست دو لا ولايه بليده، وكانوا يخرجوا مشينا بزاف المدن الجزائر القطر الجزائر، مشينا للصحراء، مشينا لتيميمون، مشينا للغردايا، مشينا بزاف الغرب الجزائري للشرق الجزائري، من ثم نشأت الفكره تاع الموتوسيكليزم في مع النادي هذا، ماشي الموتوسيكليزم بل باش يغيروا النظره تاع المطار هذا اللي سوق الدراجه الناريه، ماشي الموتوسيكليزم فقط سي الموتوسيفيزم، لازم يكون عنده تربيه واخلاق في لا موطو ويحترم قوانين
لو كود دو لاغوت ويحتمر قوانين لا توني تاع الا كان في السياره يدير لا سانتي سيكيورتي، الا كان بالموطو بصفه عليه يدير الكاسك ويلبس البدله تاعها ويدير الاحذيه تاع الحذاء تاعها لسلامته. الهدف الاول من هذه التظاهره هو التحسيس بمخاطر القياده العشوائيه، فممارسه هذه الرياضه خطره جدا للذين لا يحترمون قوانين واشارات المرور وتعدي السرعه المسموح بها.